يمكنني في الطريق وأنا ذاهب لأريك هناك حجم الدمار، يمكنني أن يعني أعطيك ميدانيا بعض المعلومات. يعني هنالك منطقة جتومر والتي أصيب فيها مبنى سكني، وأيضا هو بالقرب من المستشفى، أيضا المستشفى تضرر بشكل كبير، هذا بحسب إفادة عمدة جتومر. وأيضا الآن تابعت عمدة كنطوب وهو يتحدث إلى المواطنين ويسألهم عن رأيهم، أن القوات الروسية أمهلته فرصة أخيرة لتسليم المدينة، أو أنهم بحسب الكلمات التي استخدمها عمدة كنطوب أنهم سينسفون كل شيء. وهو الآن يتحدث إلى المواطنين ويسألهم ما الذي يمكن أن نفعله في هذه الظروف، هل نسلم المدينة أم نقاتل؟ وكانوا يصيحون نقاتل، وهو يصيح أنا مع القتال، مع ماذا أنتم؟ وهذا طبعا كنطوب هي تقع في مقاطعة سومي، في مقاطعة سومي التي تشهد قتال عنيف منذ في محيط أيام مبنى الحرب التلفزيون الأولى، وهي أقرب إلى الحدود مع المنطقتين الانفصاليتين، ويعني شهدت أيضا سنامي. يمكنك أن تشاهد، هذه هي بقايا القذيفة. طيب إذا كنت سامعني أيضا، ما دمت في محيط التلفزيون حذيفة، إصابت هذا المكان حذيفة، وهنا يمكنك حتى أن ترى، لا يسمعني حذيفة، بعض الكتاب الموجود عليها بكازين ناتبسي بليجا يشو بليجا بليجا بكازين ناتبسي. كما تشاهد معي، هذه هي بقايا هذه القذيفة التي استهدفت هذا المكان. كولا برايديس حذيفة، حذيفة، حذيفة. نعم نعم. تسمعني؟ لأنه انقطع الاتصال لثواني. نعم. أسأل، ما دمت في محيط التلفزيون وترينا بالصور أثار الدمار، هل كان العاملون هناك الموظفون يتحسبون لإمكانية توجيه ضربة؟ فمثلا لم يكن الكثير من العاملين موجودين في المبنى. نعم، يعني بحسب إفادة السيد ميكولا الذي قال أنهم كانوا يعني يتوقعون مثل هذا الأمر، وأيضا هنالك حديث من وزير الدفاع الأوكراني في صباح ذات اليوم أمس، قال فيه أنه ستكون هنالك حملة كبيرة جدا موجهة ضد الدولة الأوكرانية في قيادتها، وهذه الحملة بالتحديد ستكون رسائلها أن رأس الدولة الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد هرب، وأنه قد سلم السلطة، وأن الجيش قد انهزم وبعض المدن قد سقطت. وهذه الحملة الكبيرة يعني تستهدف الروح المعنوية للقوة الأوكرانية وللمدنيين، ومحاولة هزيمتهم نفسيا. وأيضا هنا يقودنا هذا إلى حديث السيد ميكولا الذي قال ربما استهداف التلفزيون هو بسبب أن يتم إبعاد من المشهد القنوات الرسمية للدولة التي تعطي المعلومات، ويتركون المواطن فريسة لمواقع التواصل الاجتماعي، وهنالك يمكنهم بسهولة أن يرسلوا الرسائل التي يريدونها. قد يكون هذا تفسير. هل هناك لما وقع في التلفزيون، يعني تلفزيونات أخرى خاصة؟ نعم. ليمكن بحسب ما تسمع، لأنك على تواصل مع الإعلام الأوكراني، أن تستخدم رسميا هذه التلفزيونات الخاصة بديلا عن التلفزيون المستهدف؟ نعم، بكل تأكيد هنالك عدد من القنوات الأوكرانية التي يمكن أن تستخدم، والتي يمكن أن تعتمد عليها الحكومة الأوكرانية، كما أن هنالك قنوات كثيرة على السوشيال ميديا هي موثوقة ومعروفة، ويمكن أيضا أن يعتمد عليها المواطن الأوكراني. أيضا قال لي السيد ميكولا أنهم الآن يعملون على البث الاحتياطي، وقريبا سيخرجون في بث آخر لنفس القنوات التي هي الآن لا تعمل. إذن هم يعملون الآن على هذا الأمر. طبعا قبل قليل قدم إلى هنا يعني عمال الكهرباء لصيانة الأسلاك والأعمدة والكهرباء هنا، طبعا انقطعت بسبب أن الأسلاك قطعت تماما في هذه المنطقة. طبعا سألتني عن كييف وعن القوات الأوكرانية، عفوا القوات الروسية. طبعا بحسب الإفادات الكثيرة التي وردتنا، أن القوات الروسية هي محيطة بالعاصمة كييف من جميع الاتجاهات، وأنهم قريبون جدا من العاصمة كييف، وأيضا يعني يدور القتال دائما في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية للعاصمة كييف بشكل مكثف أكثر من بقية الاتجاهات. يعني لا نعلم خصوصية هذه الجهة، ولكن هنالك محاولات للدخول من هذه الجهة، وأيضا كانت هنالك بالأمس محاولات إنزال لجنود في
الضفة الشمالية، وأيضا يعني أفادت السلطات أنها تعاملت مع هذا الأمر وأنها استطاعت هزيمة هؤلاء يعني هذه القوة. وأيضا هنالك قوات تتسرب بحسب إفادة القوات الحكومية، هنالك قوات من الاستخبارات العسكرية الروسية هي تتسرب إلى الداخل، ودائما ما يحدث عمليات قتال بينها وبين القوات الأوكرانية. عندما بدأت يعني هذا البث وأنت ترينا أثار الدمار، وأيضا يعني تحدثنا عن أين يمكن مثلا تقريبا توصيف وصول القوات الروسية في كييف، يعني إذا عندما يقولون أنهم قريبون حول العاصمة في مناطق قريبة لا تبعد أكثر من 40 إلى 30 دقيقة في محيط العاصمة كييف، فإمكانية الوصول طبعا إلى داخل المدينة لا يتجاوز هذا الزمن أيضا، فإذا المساحة هي يعني يمكن قياسها بالزمن، فإذا هم قريبون جدا ويمكنهم، لكن هم يجدون مقاومة كبيرة جدا من الجيش الأوكراني الذي تمركز بشكل واسع في المدينة، وهنالك يعني عدة خطط، يعني أنا حتى التي يعني اطلعت عليها ممنوع منعا باتا أن نخبر عن أماكن التمركز، حتى التي شاهدناها يعني ممنوع أن نخبر عن الأماكن أو المراكز التي يتمركز فيها الجيش الأوكراني، ولكن أؤكد لك أن هنالك تمركز واسع وكبير جدا في أنحاء مختلفة هنا في العاصمة كييف، وهنالك خطط موضوعة في حالة الدخول، وهنالك خطط موضوعة لقتال الشوارع. إذن هنالك خطط عديدة موضوعة للتعامل مع أي دخول للقوات، وبالأمس طبعا تم إعلان السيد ميكولا أيضا نفس الاسم، يعني هنا ميكولا الجنرال ميكولا تم أيضا إعلانه قائدا للعمليات العسكرية في كييف وللدفاع عن العاصمة. هل ما زالت عمليات النزوح كييف وهذا مستمرة عن العاصمة؟ نعم، أنا بعد قليل سأتحرك من هنا إلى محطة القطار لنشاهد أيضا ما زال الناس يحاولون الخروج عن العاصمة كييف، والآن الناس تتحدث عن أن أأمن وسيلة للخروج من العاصمة كييف هي عن طريق القطار. طبعا الحكومة كانت قد وإدارة المدينة هنا كانت قد أخبرت المواطنين أنه ليس من الآمن لهم الخروج في هذا التوقيت، وأنه على العكس تماما من الآمن لهم أن يظلوا في منازلهم وأيضا من الأمل لهم أن يظلوا في الملاجئ، والخروج سيكون خطر عليهم، ولكن ما زالت عمليات النزوح مستمرة، هنالك من يخرجون بسياراتهم بعد أن توفر البنزين والجازولين الذي يعني كان مقطوعا لمدة 2 أو 3 أيام، لم يكن كانت محطات الوقود مغلقة تماما، وبعد الحصول عليه بدأوا الناس يخرجون خاصة في اتجاه الجنوب إلى الحدود الرومانية، وأيضا في اتجاه الغرب يحاولون أيضا الخروج من هذا الاتجاه. فعمليات النزوح مستمرة وأيضا عن طريق محطة القطار الرئيسية في العاصمة الأوكرانية. شكرا لك من العاصمة الأوكرانية كيف مراسل الحدث حذيفة عادل، أرانا طبعا في واقع الحال أثار الدمار الذي لحق بمبنى التلفزيون الأوكراني والمناطق المجاورة أو المباني يعني بعبارة أدق المجاورة.